التلاجة ظاهر فيها الخط الأبيض ده أو التلج ده بيكون تلج. ده خطر جدا إن هو يكون موجود، لعدة أسباب، وإزاي نقدر نحله مع بعض دلوقتي. أول سبب في خطورته إن هو بيدخل الفريون ده الراجع، اسمه خط الراجع أو ماسورة الراجع، ودي ماسورة الضغط، دي بتبقى سخنة ودي بتبقى باردة. المفروض إن هي باردة أو معرقة مية بسيط، لكن مش واصلة للتلج ده، لأن ده بيكون الفريون بارد جدا وبيرجع للكباس أو لموتور التلاجة، فهيبوظ البلوف. المفروض إن هو سخن مع البرودة الجامدة كده، فبيكون في بلوف هنا بيبوظها. آدي سبب من الأسباب. الحاجة التانية إن معنى وجود التلج ده إن الفريون زيادة، من الأسباب يعني إن الفريون زيادة في الدايرة بتاعت البيت. الفريون زيادة يعني المواسير دي كلها مليانة فريون، لما يجي يضغط مفيش مسافة، يعني المفروض في فراغ بيضغط منه الفريون ده، فمفيش مسافة، فبيبقى حمل كتير على الموتور، فهيسبب مشكلة فيه وهيتحرق بعد فترة. تاني حاجة أو نفس السبب إن هو بيكون حمل كتير عليه وما بيضغطش كويس، ده كمان بيضعف التبريد. يعني هو فريون زيادة لكن بيضعف التبريد، بيبقى أقل من الطبيعي. طيب ايه اسبابه وازاي نحله؟ الاسباب بتاعته ان المروحه، احنا اتكلمنا على خطورته، اما الاسباب بتاعته اول حاجه نتاكد منها ان المروحه، لو عندك ثلاجه نوفروست بخار او ديجيتال او اي حاجه، والمروحه واقفه، مروحه الفريزر، فمعنى المروحه دي ما بتسحبش التلج، فبيتكون بيرجع هنا بكثره، او الثلاجه بتشتغل باليومين ثلاثه من غير فصل ايا كان نوع الثلاجه، فمن كتر التلج ومن كتر الحاجه فبيرجع التلج هنا. طيب كل حاجه، التلاجه بتفصل او المروحه شغاله ولسه شاحن الفريون. اهم سبب وده اكتر سبب بيحصل ان شحن الفريون بيكون زياده، يعني لو جبنا حد شحن فريون او اي سبب، فمشكله في شحن الفريون، ده حط فريون زياده. ازاي نفضي الشحنه ديت بنفسنا ونغيرها؟ لان انت احتمال تكلم الفني، فالفني يقول لك لا فك دي واعملها، او يقول لك مش جاي او ما يجيش او ما يردش. فعلشان تقدر تعملها بنفسك، تفتح تلاقي هنا بلف خدمه، وممكن التلاجه شغاله افضل ليه عشان تقدر بس تتحكم. وبعدين هنضغط على البلف ده، الجزء ده زي بلف كاوتش العربيه، تعمل صوت اهوت 3 ثواني 5 ثواني، بعد شوية بنحس ان التلج بدأ ينقص من هنا شوية، برضو مش لازم مع بعضه اهو، زي ما شايفين الفريون بيخرج، بيفضي الفريون شوية، برضو 3 5 ثواني كده، ونستنى كده شوية لحد ما نحس التلج نقص معانا. نخلي بالنا المهم حاجة ان ما نقص فريون كتير اكتر من اللازم، وكمان ننقص الكمية المطلوبة. ازاي نقدر نعرفها؟ ان التلج هيبدأ يختفي واحدة في واحدة، يبدأ زي ما احنا شايفين اهو التلج بيسيح، يعني هنا غير هنا، التلج بيسيح معانا اهو كده، ساح معاه. طيب نعرف ازاي ان هو مظبوط؟ على الاقل خالص يبقى كمان بدا يسيح من فوق اهوت، على الاقل خالص يبقى 10 سنتي او 15 سنتي، ده على الاقل، يعني لحد هنا بعيد عن الموتور بحيث انه ما يرجعش يسيح. والافضل ان هو يكون معرق في ميه كده بسيط او بارد جدا من غير ما يعمل تلج. في ناس طبعا هتقول لك مش لازم وخلي التلج زي ما هو، هو بدا يجي كمان اهوت، احنا ممكن عملنا زيادة. في ناس تقول لك طالما التلاجة بتفصل والتبريد كويس خليه، لا، على الأقل خالص ممكن يعمل حاجة ضارة جدا. المية طبعا دي كل فترة لما بيفصل ويشتغل التلج ده بينزل يصدي على الجزء بتاع المعدن، كمان في هنا أسلاك كهرباء عند الموتور، ممكن المية تقع عليها فهيسبب مشكلة في الكهرباء، فلازم نتخلص منه. واحنا بنتكلم اهوت التلج بدأ يسيح خالص، بدأ يعمل لو فضينا شوية ما حسيناش ان التلج معمول، نستنى 10 دقايق ونبص عليها.
لان مش لازم يختفي مره واحده. نستنى 10 دقائق، ننقص كمان شويه، نستنى 10 دقائق كمان ونبص عليها علشان ما نفضيش اكتر من اللازم الفريون، ونقفل طبعا البلف تاني كويس، وبيبقى كده اتحلت المشكله بتاعنا وعرفنا خطورتها وعرفنا اضرارها وعرفنا اسبابها وعرفنا ازاي نقدر نحلها. طبعا لو المروحه هي اللي بايظه بنشغل المروحه، ما بنفضيش فريون وغالبا ما تبقاش مشحونه، فبنصلح المروحه وبتنتهي المشكله. لو ما بتفصلش بنشوف سبب الفصل محتاجه ثرموستات او عدم التبريد.